مغارب نيوز، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن. معنا مره اخرى في قضيه الساعه، القضيه اللي كتجري اليوم في محاكم مدينه الدار البيضاء، محكمه الاستئناف، القضيه اللي راح الضحيه ديالها شخص في السن ديالو 56 سنه، هذه مده ديال سنه باش توفق الله يرحمه. الزوجه مدانه وهي الان في حاله اعتقال، هذه مده ديال سنه. العائله كتقول بانه كذلك الزوجه اللي الخائنه عندها واحد الشريك ديالها اللي هو الحر طارق، هذه مده ديال سنه. يلاه تم اعتقال ديالو مده 15 يوم على ذمه التحقيق، خرج سراح مؤقت. الان في الجلسه ديال المحكمه حنا الان دوزنا معنا الاخت ديال الضحيه، الان معنا الام ديال الضحيه اللي غادي تدلي بالاقوال ديالها في هذه القضيه ديال الابن ديالها اللي توفى الله يرحمه. المهم السلام عليكم. سلام وليد. اشنو المشكله لالا؟ فين وصلتوش؟ قالوا لكم في المحكمه اليوم اشنو؟ قال ما كيطلعش، ما كيطلعش وليد. حنا طلعنا ثلاثه المرات، ثلاثه الجلسات وما كيطلعش، القليم سقاط. لا واش ما كيحضرش هذاك السيد؟ ما كيحضرش سيدي، ما يحضرش. انتوما مهمتي شكون قال لكم بانه ذاك السيد حتى هو راه شريك في هذه الجريمه ديال الابن ديالك؟ قالتها اللي كانت معاه مرته. عاودي لي مهمتي من الاول، عاودي لي اش وقع. ولدي ما صح، ما مراد سيدي ما عرق، ما مراد وليدي ما عرق، ما غيد صحيح فصيح فراه، قلنا عس في فراشو حتى صبحت تعيطه، مات مات مات. مني مشيت جبرت ولدي زرق وجبرت عندكم تقوف وراسو مجال مخبي حجره، عرفت وعيطت قلت لي ولدي ما مقيش طبيعي، ولدي كيفاش ولدي تصبح مقيت، ولدي ما مشكي ما مدوز ما مريض مقدي تقدي باقاك وما لحقتش ليها. ايه صافي عرفت وعيطت قلت لي صافي ولدي ما يدعم يجيب الطبيب ولا يجيبوا الجدارميه، ولدي راه ما مقيتش طبيعي. ايوا هي ديك ولدي جاو قلبوه تعرفوه مقتول، صورتوني انا قال كيفاش، قلت لي ما ولدي ناعسه مريضه شاربه الدواء، ولدي ناعس فرق معايا حتى 11 تاع الليل، ما مريض ما مشكي ما والو، تصبحت عوت ميت. شاو الدواء هي دارت قلوها هي، قالت لي مقتلته. هذه المرة ديالها؟ اه قالت لي قتلته. قلت لها قتلته لا جودان كلشي قتلته. صافي مشاو حفروا القبر هي ولا بري ولا على باغي يلبسوها البياض وتزكي وسخنوا الماء نسخنوا باش نعقموه. قلت لها ما نعقموه ولدي ما لحق لي، خليته يشوف الطبيب وتيشوف اللي تا ما نعقموش. ايوا هادشي اللي كاين وليدي صافي الدواء هي تشدت الدواء. كيفاش هي هو هرب؟ كيفاش هي؟ قالوا مرة قالت قتلته انا وحشية، قالت لي مقتلته بوحدي. هددها قال لي قالت تشكي الا قلتي شي حاجة نقتل لك ولادك. نقتل لك ولادك ولا جاب لك قالك الجميع حدا اللي فيك اتفق قال لك قاعدين تهدرتي هذه تكون فك ولا قتلته بوحدي. ايوا هادشي اللي قالت لي قتلته بوحدي صافي مشاو شد براو على الهرب. مني شاف الجدار بدك جي كنهرب، مني هرب بقاو شدوا مع ولد ولا فنو. عقب بعد قدم راسه قلت شد سيمانه ولا شني في الجمعه قدموا لسطات برك 10 ايام والخير يسيبوا. هي راه باقا مشدوده. خير الصراحه مؤقت. خير الصراحه مؤقت في قليم سطات. ولدي. اييه. دابا هذا العاشق اللي كتقولوا انتم كان مع الزوجه اللي قتلات. ايه. كيفاش وقعت الجريمه كيفاش؟ ما عرفتش انا راكده صايم ساق معيط ليها هو مع 11 معيط ليها هي معيطه ليه. وجا ولدي ناعس ما قلتش حتى غايب، ناعس في الدار وخرجت. مني خرجت تبعهم جبر داخل الكوري. دبروا صافي تشغلوا به بجوج. غلبوا عليه، ما ضاقش عليا، انا شاربه الدواء ناعسه ما ضاقش عليا. صافي ملي قتلوه جابوه قالت لي غسلنا ليه. حيد لي حوايج قدام هو وصافي ونعسوه هو مشى لدارهم هي بقات راكده ما عليها ما بها ما غوتت ما زقات من 11 تحت الليل. من 12 ونص ما غوتت ما زقات حتى قعدت انا مع 8 غادي ندير الفطور وليدي حتى سمعتها تزقي. ها هي ها هي ها هي ما جيت قالت لي مالو، قالت لي ولدك مالو، قلت لي مال ولدي. نقلب وليدي جبرتو كحل. ما فيه لا دم لا والو. الدم كاين في الزربيه في الفراش ديالو وفي المسند وجع العين كفاه. عاتك كيتو وليدي قلت نقبل وليدي تحت الدم دايز من فمو. ما جبرت متاقبل ليها هذيك اللحظه كيفاش كتجي بان ولدك قاتلينه؟ عرفت ولدي ما مقاش طبيعي، بديت نغوت قلت لي ولدي ما مقاش طبيعي. تلقى كيفاش؟ قلت لي ولدي صافي ضروري يشوف الطبيب ولا يشوف الجدارميه ولدي ماهيش طبيعي. جاو دارهم جمعوا الحباب قال صافي نجيبوا لي اللبسه البيض نديروا. قلت لهم ولدي شاو حفروا القبر، قلت لهم ولدي ما يدفنش صافي. مني هرب هو ديك الساعه عرفوه بان ما قاتلوه هو. انا ما عمري شكيت فيه ولا عمري ظنيت فيه هذه الغريبه اللي دار هذا جارنا، ما عمري شكيت فيه. دير بحال واحد من خوتي تغدرني في ولدي ودفنوه وخلاني ويخلبس عليه بوحده. لا ما صحيح هو صح منه، ما قدرش قتلو بوحده، ما تقدرش قتلو معاها ولدي، ما قدرش ولدي صح منها. ها هو والله الا باقي كاش غنقول لك راه واحد في الخدمه ولا في كل شيء، واحد ما يضر حداه. صحيح ولدي فصيح ما مريض ما عيان ما حتى حاجه،
مطلب الله مرضى. كيعاني من حتى شي مرض؟ ما عاني، عمر طبيب ما شاف وليد، عمر طبيب ما شاف وليد. لو كنطلب من الله ورجع نخاف الله ما ضيعش حق ولدي. نطلب منكم وايت حق ولدي ما كيضيعش كيما ضيع، يعني بغيتو بغيتو يضيع. هو اللي كرزاق، هو اللي يقول رجلي وقع عيني كاع ماني منه وزحفني منه. خلي لي وليدات ثلاثة. والله انا مريضة أرمالة وليدي، مريضة. عندي السكر، عندي طنسيو. قال غير حشفت جمعت عدي. ومتكي عليه وباركه معاه. والخريجة خلوني مني الله واحد. شحال باش وقعت الدجاج؟ هو بارك راه عام وليدي. عام؟ عام. عام عام وهاد السيد حر طريق زعما حر تاع راسو، جبع صيفو وسرح فهيم وجامع خيمته وتقدى لولادو، وانا قفت تبقى في البيت ياك ولدي تبغى ربي العبد. ها باش بربيش نلحقها نجيب هذوك اليتامى ان شاء الله نطلب حق ولدي ما كيضيعش ان شاء الله. وجلالة الملك الحسن بغيت ولدي حقه ما يضيعش في الدنيا كيما عذبني كيما شواني. بغيت تويت شوى في صحته، بغيت تويت تقبط كيما تقبط لي روح ولدي ان شاء الله. محمد الثالث. واخا مهمتي اكيد حنا في دوله حق وقانون، دوله مؤسسات، القضاء راه غادي يقول الكلمه ديالو. القضيه عندكم باقا في المحكمه الان، باقا ما تمش يعني صدور الحكم النهائي بطبيعه الحال. اجدوا لكم دابا الجلسه حتى 23 في هذا الشهر ياك؟ هي قال لك خويا خويا 23 في هذا الشهر. ايوا قال لك 23 في هذا الشهر. واخا ان شاء الله غادي نتابعوا معكم الجديد ديال الملف هذا، وكنتمنوا انه القانون ياخذ المجرى ديالو.